الشوط الاول الذي ذهب مع الظفر لسيد محمد بن حسن بالثيمة العامري، بينما مكلفة هنا في ثاني الاشواط، والخاص هنا بايضا الابكار اللقايا المهجنات الاصايل علي بن محمد بن ناصر بن علي الشنجل. ينطلق ثالث اشواطي هذا اليوم وهذا الشوط الخاص بالجعدان اللقايا المحليات الاصايل. اذكر مشاهدينا متابعين الكرام، متابعي سيدة القنوات الرياضية قناة ابو ظبي ومتابعي ايضا سباقات الهجن العربية الاصيلة، بانطلاقة المساء بمشيئة الله وتوفيقه سوف تكون في تمام الساعة الثانية من ظهيرة هذا اليوم، والخاصة بانطلاقات هجن اصحاب السمو الشيوخ. ناتي هنا مشاهدين الاعزاء مع البداية ومع الانطلاق الاول والصدارة، هنا ثلاثية ولا اروع، منافسة قوية من خلال بداية الانطلاق. هنا زعفران عمر بن راشد بن سبت الخيلي من يتواجد في الصدارة في المركز الاول، وبينما هناك من ياتي في ثاني المراكز بهذا الانطلاق اللي هو سراب سيفه بن حميد بن حمد بن حميد او الاكتبي يتواجد هناك في المركز الثالث الثاني، بينما المركز الثالث من خلال تواجد واضح شعار ايضا سراب للسيد يتواجد سعيد بن خليفه بن ضبون المسافري بقياده ناصر اليابري، ينطلق هناك مع المركز الثالث. نقلتنا مباشره هنا مع هادف بال او حميد بن عبيد بن عفصان المنصوري مقدما لنا زعفران، ياتي على المركز الرابع والمركز الخامس، وصل هنا سراب لمحمد بن الشيبه بن علي السبوسي احد ايضا فرسان الامارات من يتواجد ويقدم هذه الانطلاقه رائعه مشاركا هنا في سباقات الهجن العربيه الاصيله، انطلاقه رائعه من خلال تواجد هذا الاسم القادم سراب راشد بن سالم بن عبيد بالعامري الاكتبي يتواجد لينطلق من خلال تواجد هذا الشعار هنا رائع وجميل على سابع المراكز لاجد وصل مستحيل سالم بالكرامه العامري يصل على المركز السابع. نقلتنا الى ثامن المراكز وجود شعار المري ياتي من خلال تواجد هي حامله للرقم 15، ياتي سالم بن حمد بن سالم بن هدفه مع شاهين. هنا مشاهدين الاعزاء متابعينا الكرام، ولكن هنا دخول من شعار بنيداه، شعار غني عن التعريف احمد بن غانم بن علي بنيداه المنصوري، وصل في هذه اللحظات. هذه هي النتيجه العشر المراكز الاولى، ولكن بن سبت ما زال يغير الصداره، يغير المركز الاول عمر بن راشد بن سبت الخيلي من ينطلق هناك مع الاسم والصدارة والمركز الأول، يقدم انطلاقة رائعة من خلال تواجد زعفران في المركز الأول وفي أول انطلاقات الجعدان المحليات الأصايل. بالفعل شكل زعفران يا عمر، وإن شاء الله يستاهل الزعفران في المناسبات القادمة بإذنه تعالى. المركز الثاني الوصول من سراب سعيد بن خليفة بن ضبون المسافري، وصل في ثاني المراكز بانطلاقاته الرائعة، والمركز الثالث وصل محمد بن الشيبة بن علي السبوسي مقدما انطلاقة سراب على ثالث المراكز، والمركز الرابع ما شاء الله مستحيل سالم بن كرامة بن مسعد العامري وصل في هذه اللحظات وانطلق من خلال تواجد هذا الاسم، اسم ايضا القادم بانطلاقات مستحيل والمنطلق على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنا دخول من شاهين السعيدي بن سرور بن سعيد الاكتبي ياتي على المركز الخامس، والمركز السادس وصل شعار بنيداه مقدما انطلاقه شاهين احمد بن غانم بنيداه المنصوري، والمركز السابع الوصول ما اجمل الصدف يحمل الرقم سبعه هناك سراب راشد بن سالم بن علي بن عبيد بن عامري الاكتبي، وصل ايضا مشاكل احمد بن علي بن عمير المنصوري كفانا الله المشاكل يا ايضا ابو علي على ايضا انطلاقه مشاكل في هذا اليوم الرائع. هنا وصول ايضا من شعار القادم شاهين سعيد بن نابت بن خيل العامري يتواجد من خلال تواجد شاهين، وهنا ضغط ناصر بن محفوظ بن خميس الينيبي. هذه هي النتيجه وهذه هي الاستداره الاخيره والمنعطف الاخير، زعفران على الصداره على المركز الاول، عمر بن راشد بن سبت الخيلي مقدما هذه الانطلاقه الرائعه والجميله والاندفاع من خلال تواجد هذا الشعار الكبير الذي
سجل من الانجازات الكثير والكثير ما شاء الله تبارك الله. 1200 ولكن لمحت واحد ايضا من الخلف قادم بكل قوه وصل بخيل ما يبنى الطاري هنا قبل قليل. دعنا على المركز العاشر ينضم الى ايضا الرباعيه هناك في المقدمه والصداره والمركز الاول شاهين سعيد بن نابت وخيله العامري ينضم مع زعفران عمر بن راي بسبت الخيلي هناك سعيد بن خليفه بن ضبون المسافري من خلال تواجد سراب ولكن ايضا تواصل هناك محمد بن الشيبة بن علي السبوسي مع سراب. الله 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 غير الصدارة غير المركز الأول هناك غير المركز الأول شاهين سعيد بن نابت وخيل العامري ولكن سراب تحرك أيضا محمد بن الشيبة بن علي السبوسي. يا سلام الله 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 التحدي القوي والانطلاق المثير. الله يا شاهين سراب وشاهين سلالات تحدث عنهن الماضي ايضا ياتن بالحاضر بانطلاقاتهن الرائعه. يا سلام غير شاهين سعيد بن نابت بن خيله العامري يتواجد في الصداره في المركز الاول. بن خيله يتواجد ايضا مع احد شبابنا المضمرين واحد المهتمين وايضا اصغر الملاك يتواجد هناك من الزاويه ايضا يؤشر على شاهين بانه هو بطل هذا الفوز ولكن عاد سراب محمد بن شيبه بن علي السبوسي خط النهايه. الفوز لمن؟ الانطلاق لمن؟ شاهين على صداره، شاهين لسعيد بن نابت وخيله العامري. تسرب سراب محمد بن شيبه بن علي السبوسي. تهانينا والناموس والسلام سلام زعبيل على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمحمد بن شيبه بن علي السبوسي على هذا الفوز. المركز الثاني سراب لسعيد بن نابت وخيله العامري. المركز الثالث زعفران عمر براهي بن سبت الخيل. المركز الرابع كان سراب سعيد بن خليفة بن ضبون المسافري والمركز الخامس وصول شاهين أحمد بن غانم بن إداه المنصوري. تنافس قوي حتى الرمق الأخير ولكن سراب هو من حسم أموري هذا الشوط. تهانينا والناموس لمحمد بن الشيبة بن علي السبوسي من يتواجد في هذا الانطلاق الرائع والجميل. لحظات الإعادة أيضا من المخرج مشكور هنا سراب. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل. ولحظات الإعادة عطنا التوقيت يا مخرج. قطع مسافة السباق ما شاء الله في 7 دقائق 47 ثانية 7 أجزاء من الثانية وحقق التوقيت الأفضل في هذا الصباح الرائع. هنا تهانينا لأيضا محمد بن الشيبة بن علي السبوسي. مشكور يا راشد بن سالم على هذا الأداء الجميل والرائع يا أبو محمد. بينما المركز الثاني هناك 7 دقائق 48 ثانية وفاء وتماما وكمالا كان شاهين لسعيد بن نابت بن خيله العامري من تواجد أيضا مع منافسة رائعة وجميلة. بينما المركز الثالث الوصول كان زعفران للسيد عمر بن راشد بن سبت الخيلي 7 دقائق 49 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.